اهلا وسهلا بيكم مواليد برج السرطان، صباحكم سعادة او مساكم سعادة وقت ما يوصلكم الفيديو. شكرا يا مواليد برج السرطان لتفاعلكم معايا على فيديوهات شهر ابريل. ان شاء الله يكون شهر مايو شهر ايجابي وسعيد معاكم باذن الله، وتكون كل شهور السنة ايجابية عليكم باذن الله. طيب كزي ما انتم متعودين معايا ان في قراءات مجانية بتكون على يوم 20 من كل شهر، تمام؟ بناخد الأسئلة للي بيبقى متفاعلين معايا بلايك فقط أو بالتعليقات. اللي بيبقى متفاعل معايا دايما هو اللي أنا بقى باخد السؤال بتاعه، أو اللي عامل سبسكرايب واشتراك للقناة برضو سواء اليوتيوب أو متفاعل معايا على الفيسبوك أو التيك توك أو الانستجرام، تمام؟ طيب القراءة دي طبعا، وفي قراءات خاصة برسوم دي بتبقى عن طريق التواصل مع الأدمن عبر الفيسبوك، نفس اسم الصفحة بتاعة اليوتيوب، هي الخبيرة الفلكية ومدربة التنمية البشرية إيمان القاضي، تمام؟ يلا يلا بينا نبدأ. طبعا يا برج السرطان القراءة دي بتناسب الطالع اللي برجهم الطالع السرطان، اللي هم عارفين ساعة الولادة بتاعتهم، فبتناسبهم القراءة دي جدا، وبتناسب أيضا اللي عندهم الشمس في برج السرطان اللي هم السرطان الأصليين، تمام؟ اللي هم بيكونوا من 1/7 ليوم 22/7، دول بنقول عنهم هنا برج سرطان أصلي، تمام؟ طيب وبتناسب مين كمان؟ بتناسب القراءة دي اللي برجهم الباطني السرطان، اللي هو باسم الأم، اللي مش عارف تاريخ ميلاده أو كاتب بس تاريخ ميلاد كده عشان بس الورق الرسمي أو إجراءات رسمية، فلازم تبقى عارف لك برج. فبناخد اسم الأم، بنعمل حسبة كده فلكية، بنطلع من خلالها بيبقى البرج بتاعك مظبوط برج السرطان، تمام؟ ده اللي مش عارف تاريخ ميلاده. نشوف بقى الأبراج المزدوجة من برج السرطان المزدوج، بنقول عنهم سرطان مزدوج. طيب الفئة الأولى اللي هي من 22/6 ل 22/7، 22/6 اللي هو شهر يونيو، تمام؟ والفئة المزدوجة الأخرى اللي هي الأولى عفوا، من 22/6 ل 22 ل 30/6 عفوا، يعني من 22 يونيو ل 30 يونيو، دول بنقول عنهم ما بين السرطان والجوزاء. الفئة المزدوجة الأخرى اللي هي من 22 يوليو ل 30 يوليو، بنقول عنهم هنا ما بين السرطان والأسد، تمام؟ طيب طبعا بالنسبة للقراءة دي مواليد برج السرطان، لكن برج السرطان بقى بشكل عام بيبدأ بشكل عام من امتى؟ من 22/6 لحد 22/7. يبقى احنا كده فهمنا ان في سرطان أصلي، في سرطان فئة أولى مزدوجة، وفي فئة تانية مزدوجة في مواليد برج السرطان، تمام؟ عشان بس ما تلخبطوش وتوه منكم. إلا أبراجهم مزدوجة بقى اللي هم سرطان جوزاء سرطان أسد، يستمعوا للبرج الطالع أو البرج الإيه الباطني. لو مش عارفين الطالع بتاعهم من ساعة الميلاد بيلجأوا في الحالة دي للبرج الباطني، مثلا بيبقى برج واحد ثابت، بدل ما تشتت نفسك تسمع شوية السرطان وتسمع شوية الجوزاء وتلخبط، طب ده يناسبني طب ده لا، عشان تبقى ماشي يعني بتقويم فلكي مظبوط، تمام؟ فبنلجأ في الحالة دي للطالع بيبقى برج واحد ثابت، أو البرج الباطني بيبقى برج واحد إيه ثابت. ده كده بس توضيحا في بداية الإيه الفيديو، تمام؟ طيب بالنسبة بقى، هتركز الشهر ده برج السرطان، هنركز على شمس السور، بتكون موجودة أول أسبوعين من الشهر، وبعدين الشمس بتنتقل لبرج الجوزاء تاني أسبوعين من آخر الشهر. طبعا الشمس في برج الثور من بداية الشهر أفضل ليك بشكل كبير، لأن طبيعة ترابية بتتوافق مع طبيعتك المائية، زي البحر كده، التراب والماء بيبقى الطبيعي، يعني دايما الأبراج ترابية ومائية بيتوافقوا مع بعض جدا. ليه؟ زي مية البحر كده، التراب مع الماء بيبقى فيه انسجام، فيه هدوء ما بينهم، فيه تصافي بيحصل. احيانا ان الموج بيهيج او يعني الموج بيزيد مد وجزر وكده، لكن برضو بيتوافقوا بيبقوا مع بعض برضو ومكملين، تمام؟ ده كده بس ايه توضيح. طيب بالنسبة بقى، هتركز الشهر ده على ايه؟ هتركز على ذاتك انت. الشهر ده كده بتكون عندك انانية ايجابية بادئ الشهر بيه، هركز على نفسي، على شكلي، على مظهري. النساء بيلجأوا لعمليات تجميل، او لو هي مليانة بتخس. ممكن هنا بتفكر ان مثلا لو عندي اصدقاء سامين، بيئة سامة في العمل، محيط سلبي، انا اتجنب اي سلبيات واركز بقى على نفسي ومصلحتي ونفسي، تمام؟ الاشخاص اللي بيكونوا ايجابيين في حياتي بخليهم، والاشخاص السامة بتجنبهم او بعتزلهم، اعتزل ما يؤذيني من الاخر. وبتفكر الشهر ده في شكلك، في مظهرك، في اناقتك، في
كاريزمتك، وبتكون عندك اصلا الفتره دي جاذبيه وكاريزما عاليه جدا في شغلك او في محيطك الاجتماعي او في محيطك العملي، بتكون العين عليك كده، بتكون انت اساس المكان او لافت نظر الناس بادائك ومجهودك العملي وبشكلك الخارجي ايضا. كمان بتركز الفتره دي يا برج السرطان على بيت المال، طبعا بتحط خطه بقى هنا للمال، او هنشوف عامه ايه خططك للمال في الشهر ده، بس عامه ده بشكل عام. بتركز برضو على البعض منكم هنا بتشوف في عندك عمليات شفائية، بتركز الفترة دي البعض منكم عنده عمليات جراحية، عمليات شفائية، بتركز على حقوقك المالية من أموال الآخرين، البعض بيركز على قضايا، هو يا إما بيرفع قضايا يا إما هي قضايا عليك. بتركز على وضعك العملي، بتركز على بيت العيلة والجذور العائلية وأسرتك للمتزوجين وبيتك، بتركز على بتخرج نفسك بقى من الأفكار السلبية والطاقات السلبية، بتتشافى، بتركز بقى هنا على نفسك، بتقول نفسي أولا، أنا مش هاجي على نفسي تاني عشان خاطر حد. كمان الفترة دي بتركز على الحب بقى، يعني آخر أسبوعين في الشهر كده بتركز على العلاقات والحب والارتباط والعاطفة، وبتفكر في صحتك بشكل مكثف. طيب 1 مايو بقى صباحا ل 5 مايو صباحا، نشوف الفترة دي إيجابية وسلبية معاك في إيه. طيب عندنا بقى 1 مايو صباحا ل 5 مايو صباحا، نشوف الفترة دي معاك يا برج السرطان. هنركز على حركات القمر، لأن هو الحاكم لبرجك اللي هم السرطان الأصليين، تمام؟ طيب القمر هنا هيبقى الفترة دي في برج الدلو، بيخليك تخاف شوية أو بيحذر، يعني طاقة القمر هنا بتحذر من الشراكات الجديدة، بتحذر ايضا هنا من الوضع العملي شويه، ممكن تكون مضغوط الفتره دي شويه، بتحس ان يعني في ستريس او ضغط، ضغط 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 في الشغل، لكن بتقدر تتغلب عليه، او بتقدر ان انت تجتاز الضغوط دي بذكاء، او بتبقى متقبلها على الاقل، لكن حذر من الفتن المكائد العمليه. ممكن هنا تكتشف ان في زميل ليك بيخطط لمكيده ليك بالعمل، او حد في الشغل هنا حطك في دماغه، عاوز يخليك تمشي من الشغل، عايز يأخر لك ترقية، عاوز يأخر لك ان راتبك يزيد، يأخر درجة وظيفية ليك، حد هنا غيران منك للأسف من بيئة زملاء العمل. وللأسف يا برج السرطان انت ممكن تصدم هنا في صديق مقرب ليك، كنت واخده على محض القرابة والصداقة، وكنت بتعتبره الأهل والعيلة وكل حاجة في حياتك، بتصدم انه في غيرة، ممكن يكون مدخلك في حاجة وتطلع نصب، ممكن يكون انت ليك فلوس عنده ومش هيديها لك، تلجأ ليه مثلا في طلب مادي ويرفض ويقولك لا مش هقدر ادعمك، مش هقدر اساندك، فالموقف انت بتفسره ندالة، او بتفسره بشيء من الندالة يعني، فدي حاجة بتجرحك او بتضايقك. عشان كده انت الشهر ده بادئ ان افكر في نفسي واعتزل الصداقات السامة واركز على نفسي بقى اكتر. كمان الفترة دي مناسبة بقى لإيه؟ للشهرة، للظهور، للدعاية والاعلان، مناسبة أيضا هنا إن أنت تقدم حاجة بنفسك للآخرين، سواء كنت في مجال الإذاعة، الصحافة، التسويق، الإعلام، الدعاية والإعلان، بلوجر، عندك قناة على اليوتيوب وبتسعى للشهرة، بتقدم حاجة على التيك توك وعاوز شهرة ومتابعين. فترة حلوة هنا إن أنت تنزل، بالذات الفترة الصباحية في شهر مايو من 1 ل 5 مايو صباحا، فترة مناسبة إن أنت تشهر نفسك أو تنزل حاجة تجيب متابعين ومشاهدات عالية. فترة حلوة هنا للسفر وللدراسات الجامعية، ولطلاب الدراسات العليا والجامعات، أو اللي بيدرسوا في كورسات أو ماجستير، أو لسه هتقدم سواء كانت في بلدك أو في الخارج، فخطوة مناسبة إن أنت تقدم في حاجة زي كده. كمان فترة مناسبة هنا لإن أنت تاخد حقوقك من أموال الآخرين، ورث مثلا، فلوس متأخرة عليك، معاش، فلوس من حقك مكتوبة باسمك من أموال ناس يعني كاتبة لك فلوس، فالفلوس دي بتاخدها أو بتقدر تستلمها بشكل سريع، تمام؟ طيب الفترة اللي بعد كده 1 مايو مساء ل 5 مايو مساء، طيب في قران هنا بين القمر وبلوتو في البيت التاني، ده معناه إن هنا في مفاجأة مالية، الوضع العملي هنا عندك في مفاجأة سارة للمال، يعني الوضع المالي هنا أفضل، وضعك المادي أحسن، ممكن البعض منكم ياخد فلوس يحطها مثلا يبدلها بعملات أجنبية، أو أنت مثلا عملة أجنبية معاك، سعر الدولار مثلا يزيد أو يعلى الفترة دي، فيبقى بالنسبة لك كده استثمار رابح، تبدل عملتك مثلا فيبقى فيه مكسب، تمام؟ هنا شايفة إن في عمل للبعض في دولة أجنبية في بلد بعيدة، أو ممكن عمل في بلدك بعملة غير عملة بلدك.
شايفة كمان الفترة دي ممكن تشتري حاجة غالية أو باهظة الثمن، مفيهاش أي مشكلة. كمان شايفة الفترة دي مش حلوة للصحة، بالذات اللي بيعانوا من أمراض الجهاز الهضمي أو الرئتين أو المفاصل أو الروماتيزم. نخلي بالنا هنا من الكلام ده. كمان اللي بيعانوا من الغدة الدرقية بيبقى عايزين فحص أو متابعة الفترة دي، وتجنبوا السمنة والأكل المفرط. لازم تمشوا هنا على إيه؟ نظام غذائي سليم، حفاظا على المعدة من القرحة أو حفاظا على سلامة الجهاز الهضمي. كمان الفترة دي حلوة للمتزوجين، تصالح، هدوء، انسجام بعد فترة مشاكل وخلافات عائلية طويلة. كمان شايفة هنا ان علاقاتك الاجتماعية ليها دور في دعمك ماليا ونفسيا. في دور لعلاقاتك الاجتماعية هنا في دعمك، مثلا فرصة عمل مناسبة ممكن يدعموك ان هم يقفوا جنبك في موقف شدة، او ان هم يكونوا سبب دعم ليك في ارتباطك او في زواجك او في استقرارك. مثلا ليهم دور، علاقاتك ليها دور في كده الفترة دي. البعض منكم ممكن يجي لها فرصة ارتباط او زواج للاناث من الجيران، المعارف، القرايب، حد كده من محيطين معارف العيلة والاهل. الفترة اللي بعد كده 5 مايو صباحا ل 10 مايو صباحا، الفترة دي مناسبة ليك. القمر هنا في برج الحمل، بيدعم الشراكات الجديدة، بيدعم عقود الزواج، بيدعم القضايا. لو في هنا عندك قضايا او بتفكر انك ترفع دعوى قضائية في الفترة دي، ففترة بتبقى ايجابية او بتبقى لصالحك. كمان شايفاها فترة مناسبة هنا للشراكات مع الاصدقاء او اخواتك الاكبر منك بالسن. كمان شايفاها فترة مناسبة هنا لامضاء العقود، وفترة مناسبة للشراكة مع اخواتك الاكبر منك او الاصدقاء او زميل عمل بتثق فيه. تمام، احذر القرارات المندفعة او المتهورة في شغلك، تسيب شغل وانت مش لاقي البديل، او ان انت تطلع من شغل تروح شغل تاني. بلاش تندفع هنا، بلاش عطارد الحمل يخليك منفعل مندفع. تمام، طيب مش حلوة الفترة دي بقى هنا للشهرة، للظهور، او انك تقدم حاجة بنفسك بتحظى بيها بشهرة، مش فترة مناسبة لكده. الفترة اللي بعد كده 5 مايو مساء ل 10 مايو مساء، قمر الحمل قيران مع المريخ هنا مع عطارد في الحمل. طيب الفترة دي ممكن هنا عندك نقلة من بيت لبيت، فترة مناسبة ان انت ممكن يجي لك نقلة مفاجأة. لو انت قاعد في سكن ممكن تسيبه تنقل لسكن تاني، سواء السكن ده تبع الشغل، او انت مثلا ممكن لو انت عندك شقق، عمارات، فيلل بتأجرها، بيجي لك ناس عايزة تشتري بسعر عالي، او لو بتبيع مثلا بيجي لك بيعة بسعر حلو لحاجة هنا انت بتمتلكها، ملكية عقارية. فترة حلوة للشراء الغالي البهد الثمن. كمان فترة كويسة للخروج من طاقات سلبية ومن سحر ومن تعطيلات وعكوسات كتيرة كانت بتعطل استقرارك، بالذات للمتزوجين. بتخرج بقى هنا من افكار سلبيه ومن تفكير سلبي في الذات، وبتتفائل وبتبص للحياه بنظره ايجابيه. البعض الاخر عنده خروج من مستشفى بعد صراع مع مرض او خروج من سجن. فتره حلوه هنا للمال جدا، في هنا مفاجاه ماليه، فلوس بترجع لك، ورث كان عليه مشاكل بينك وبين عيلتك واهلك بتاخده، مشكله بينك وبين والدك او اخواتك على ورث بتاخده، حقك في شقة مثلا وكان في مشكلة شقة عمارة ورث مثلا وفيها مشاكل عائلية كتير، فبتتحل الأمور وكل واحد بياخد حقه فلوس مثلا، أو الأمور بتتحل بالود والتراضي ما بينكم. أو لو أنت رافع قضية ورث عشان تاخد حقك، بتكشف أكاذيب ولعب إن اللي هم اللي من العيلة دول اللي بيحاربوك، وبتاخد أنت إيه؟ حقك. تمام، اللي هنا اللي مثلا اللي زوجها متوفي وبتطالب بحقوقها، واهل زوجها مثلا بياكلوا حقها، فبيبقى الفتره دي النصره لصالحك، او بتقدري تكشفي العيبهم وبيبقى الامر لصالحك في النهايه. تمام، فتره حلوه للشهره هنا، للظهور، لتقديم حاجه بنفسك للاخرين ايا كان مسماك الوظيفي ايه. الفترة اللي بعد كده اللي هي من 10 مايو صباحا ل 15 مايو صباحا، قمر الجوزاء هنا بقى بيديك دعم للعمل، طاقة، حماس، شغف للعمل، متفائل، حماسي، بتشتغل كده وانت واثق من نفسك وواثق من ادائك العملي. وكمان فرص حلوة هنا للعمل بسفر، بالذات داخل بلدك، ممكن تنقل من محافظة لمحافظة. انت مثلا من القاهرة وبتشتغل في اسكندرية مثلا، ونفسك تتنقل للقاهرة للفرع اللي هناك، ومقدم طلب بكده بقالك فترة وبيترفض او متعلق، فبي ممكن يوافقوا لك على النقلة دي.
ده كده كمثال. كمان فترة حلوة هنا للشراكات مع الأصدقاء، بيئة العمل هنا إيجابية ومريحة ليك، بالنسبة لك ما فيهاش أي مشكلة، وفترة حلوة للشراكات، فترة حلوة هنا لإمضاء العقود، أو فترة حلوة للزواج، لفرص الزواج والارتباط لغير المرتبطين. 10 مايو مساء ل 15 مايو مساء، قمر الجوزاء هنا مش بيدعم السفر البعيد، مش بيدعم الخروج من مستشفيات أو خروج من سجن، لكن بيدعم المال جدا. في هنا أفكارك وذكائك، وفي حط خطة للمال بتساعدك في استثمار، بتساعدك في إن فلوس حلوة بتدخلك، بتساعدك. تايجر برج السرطان هنا في أرباح ومكاسب مالية من بزنس أنت فاتحه، بتشغل فلوس مثلا بيجي من وراها مكاسب. فترة حلوة هنا لإنجاب أطفال، أو علاقتك بأولادك وأطفالك لو كان فيها مشاكل أو بعض التوترات بتتحسن وبتتصالحهم، أو بيحصل تفاهم بينك وبين أولادك أو أطفالك. كمان فترة حلوة للصحة للي بيعانوا من بعض أمراض الصدر والرئة، وأمراض اللي هي مثلا بنسميها إيه، الزائدة الدودية أو الأمعاء، حركة الأمعاء عندك، القولون اللي هي بنسميها القولون العصبي يعني. اللي بيسعى لعلاج هيرتاح أو هيهدأ أو هيمشي مع دكتور أو طبيب مناسب لوضعه الصحي. فترة كويسة هنا للتصالح بين المتزوجين. ممكن المتزوجين هنا لو المشكلة اللي كانت بينك وبين زوجك ليها علاقة بعمله، أو ليها علاقة بعدم استقراره الوظيفي، ليها علاقة بالمال، ليها علاقة بعدم الخلفة، فالمشاكل دي إن شاء الله كلها بتتحل، لأن الاتصالات كلها هنا للقمر إيجابية في بيت الأطفال وبيت الأسرة. كمان شايفة هنا احتمال للبعض خلاف مع أخوك الأصغر منك، أو خلافات بتتزايد بينك وبين حد من قرايبك، بين ابن خالك، ابن خالتك، ابن عمتك، معاك معاه مشكلة مثلا، فالعلاقة بتتوتر هنا عائليا مع محيطك العائلي شوية. احتمال البعض مقاطعة، بتعمل مقاطعة هنا لإخواتك الأصغر منك، أو مقاطعة مع حد من عيلتك أو قرايبك للأسف، أو بتكتشف هنا أقنعة مزيفة من محيطك العائلي فبتنعزل عنهم تماما. تمام، ممكن تكتشف ان في حد من قرايبك وعيلتك بيعمل فتنة بينك وبين اهلك، بيشككهم فيك مثلا، بيعمل مشكلة بينك وبين اهلك، بيشكك اهلك فيك مثلا، فبتتجنب الاشخاص دي وانت بتكشفهم بنفسك، بيتفضحوا قدامك. 15 مايو صباحا ل 20 مايو صباحا، قمر الاسد هنا بيدعم السفر الداخلي، بيدعم الدراسات الجامعية، الدراسات العليا، الاعدادي والثانوي، هنا لو في امتحانات ان شاء الله بيجتازوها، بيدعم الفرص العمليه لغير العاملين، وضعك العملي مستقر ثابت. شايفه كمان هنا الشراكات مع الاصدقاء او اخواتك الاكبر منك، او بتطلب منهم دعم مالي او معنوي، بيساندوك او بيقفوا جنبك في الفتره دي بالذات. فتره حلوه هنا للشهره والظهور، فتره حلوه للخروج من مستشفى او من سجن. تمام، الفترة اللي بعد كده 15 مايو مساء ل 20 مايو مساء، قمر الأسد بيدعم السفر البعيد في دول أجنبية، بيدعم تصالح عائلي بينك وبين إخواتك على ورث مثلا، فالمشكلة بتتحل وكل واحد بياخد إيه حقه المالي بالذات في الفترة دي. كمان هنا المتزوجين سعادة، استقرار، هدوء، انسجام عائلي. شايفة كمان المشكلة هنا إن بلاش نعمل عمليات خاصة بحقن مجهري من أجل الإنجاب، أو لو في عمليات ولادة الفترة دي بتبقى صعبة شوية أو بتبقى مش سهلة، اللي هي 15 مايو مساء ل 20 مايو مساء للسرطان الأصليين. تمام، طيب الفترة دي نحذر من الصحة شوية، ننتبه لصحتنا هنا بقى، نعمل فحوصاتنا، نعمل فحص دم، نعرف ايه الفيتامينات اللي ناقصانا، ناخد بالنا بس من صحتنا شوية الفترة دي يا برج السرطان. 20 مايو صباحا ل 25 مايو صباحا، نشوف هنا قمر الميزان، بنحذر هنا من السواقة المتهورة أو السواقة لحظة غضب، أو بلاش تسوق سريع. لكن شايفة الفترة دي مش حلو، يعني لو في دراسات جامعية هنا فالامتحان بيبقى صعب أو معقد، البعض منكم ممكن يعيد المادة دي تاني أو تخفق فيها أو تجيب درجة أقل من اللي أنت متوقعها، أو تبقى الامتحان بتنجح بالعافية كده، فمحتاج معلش عفوا بس كان عندي برد. بسم الله، فكثف مجهودك الدراسي هنا شوية، أو اللي بيعملوا ماجستير أو دكتوراه في الفترة دي بيبقى معقد أو صعب شوية معاه. شايفة الفترة دي كمان مناسبة للوضع العملي، في ثبات، استقرار عملي، احتمال البعض هنا نقلة أنت كنت منتظرها في بيئتك العملية، شراكة مع أخواتك الأكبر منك في السن أو أصدقاء.
تمام، الفترة دي مش مناسبة للشهرة والظهور أو إن أنت تقدم حاجة بنفسك هنا للآخرين، ومش فترة مناسبة للخروج من مستشفى أو خروج من إيه سجن. خروج من مستشفى ده اللي هو بقاله فترة بقى قاعد مريض أو تعبان صحيا، فمستني يعني يقولوا له اطلع أو خلاص بقيت أحسن. لا، الفترة دي بتقعد أو بتكون إيه يعني لسه شوية. 20 مايو مساء ليه 25 مايو مساء، شكلكم يا برج السرطان يعني في دور برد هتاخدوه الشهر ده، لان انا ايه اول قراءة اقراها يبقى عندي برد كده. فيعني برضو حافظوا على صحتكم، احنا قلنا اللي عندهم امراض صدر، ربو، رئة، حساسية، برد، المناعة عندكم ضعيفة، ممكن اول مناعة شوية. 20 مايو مساء ل 25 مايو بقى مساء، قمر الميزان هنا بيدعم الصحة، بيدعم الوضع الأسري، لكن علاقتك بأولادك وأطفالك هنا بتسوء بعض الشيء، أو بيحصل سوء فهم أو خلاف بينك وبين أولادك. علاقتك بإخواتك هنا، ممكن حد من إخواتك مسافر يجيب لك فرصة عمل، إخواتك الأصغر منك أو محيطك أو محيط عيلتك وقرايبك. مش فترة مناسبة هنا للشراء أو إنك تشتري حاجة غالية أو باهظة الثمن، يعني بلاش الفترة دي، مش فترة محببة للبيع أو الشراء. تمام، لكن الفترة دي مناسبة للشهرة، للظهور، إنك تقدم حاجة بنفسك للآخرين، بتبقى مقنع ولبق، وأي حاجة بتقدمها بتقدر تقنع الناس بالحاجة اللي إنت بتقدمها، أو اللي بيبحثوا عن شهرة أو أعلى مشاهدة أو لايكات أو بيبحثوا عن إيه شهرة. فترة مناسبة لكده. 25 مايو بقى هنا الشمس دخلت برج الجوزاء، طبيعة هوائية مخالفة لطبيعتك، ممكن هنا اللي يستفيدوا من المرحلة دي اللي هم ما بين السرطان والجوزاء، واللي هم الفئة المزدوجة الأخرى اللي هم سرطان أسد، يعني الفئة دي الفترة دي بالنسبة لهم أفضل شوية من السرطان الأصليين. تمام، 25 مايو صباحا ل 31 مايو بقى صباحا، قمر القوس هنا مش بيدعم انك تاخد تأمن حاجة، تعمل تأمين لحاجة عندك، ومش فترة مناسبة كمان لان انت تاخد قرض من بنك او ان انت تعمل عمليات جراحية كبيرة، مش فترة مناسبة لده، لكن فترة مناسبة هنا للعمل. العمل هنا في فرص عملية، تمام، بالذات اللي بيدوروا على فرص عمل ليها علاقة بالرياضة، ليها علاقة فرص عمل ليها علاقة بالرياضة أو ليها علاقة مثلا بالمواد الغذائية أو مثلا مواد غذائية، تجارة، تعليم، تربية وتعليم، استشارات، مراكز تدريب، جيم، يعني في فرص عملية ليك يعني في هذه الأنشطة، مجالات فنية مثلا. تمام، طيب، فترة كويسة هنا لأصحاب تجار برج السرطان، في أرباح ومداخل مالية كويسة داخلاكوا الفترة دي. فترة كويسة هنا للإيه الشراكات. الفترة اللي بعد كده 25 مايو مساء ل 31 بقى مايو مساء، قمر القوس هنا بيدعم الصحة، تشافي صحي هنا للي كانوا بقى بادئين أول الشهر عندهم أمراض رئوية أو عندهم هنا أمراض ليها علاقة بالصدر، الرئة، تشافي، تحسن صحي، أمراض القولون العصبي، قولون التقرحي، أيا كان مسميات جهاز الهضم، يعني أمراض الجهاز الهضمي كمان. لكن المشكلة هنا بقى إن إيه في فتنة عائلية، يعني في فتنة هنا بقى إيه في محيط العيلة والقرايب بسبب غيرة، يعني في حد هنا ممكن يغير منك، من نجاحك، من طلتك، من شكلك، من إن أنت مبسوط عامة في حياتك، في غيرة هنا للأسف إيه من محيطك أو من علاقاتك الاجتماعية، فيعني حصن نفسك خلال الفترة دي يا برج السرطان. تمام، طيب، 31 بقى مايو صباحا، قمر الحوت هنا بيبقى أفضل بقى، يعني اليوم ده بتبقى مرتاح شوية، القمر في برج مائي هنا، فبتبقى مرتاح بقى هنا عمليا، مفاجأة عملية، البعض منكم ممكن لو مستني ترقية ومكافأة، والمفروض في المدة دي هتيجي ولا لأ؟ اه تيجي تيجي، مفاجأة مالية، نقلة محتاجها، فرصة عمل أفضل، المهم في مفاجأة هنا ليك عمليا وبيعود عليك بالمال. فترة حلوة للتشافي والتحسن الصحي، فترة حلوة للشراكات وإمضاء العقود والزواج، فترة حلوة هنا لإنك تاخد ورث أو حق ليك من أموال الآخرين، فترة كويسة برضو لإمضاء العقود أو أخذ قرض من بنك أو إنك تعمل تأمين على حاجة أنت عايزها. كمان السلبي بس هنا الشراكة مع أصدقاء
او زملاء عمل او اخواتك الاكبر منك بالسن. لكن الشهرة والظهور هنا وان انت تقدم حاجة بنفسك للاخرين بتبقى لبق ومقنع جدا. 31 مايو مساء بقى نشوف قمر الحوت هنا قران مع زحل الحوت. طيب هنا بيدعم الاطفال، يعني مثلا لو عندك هنا اولادك تعبانين مرضانين بيدرسوا في مرحلة دراسية صعبة بيجتازوا بينجحوا اعدادي ثانوية عامة مثلا بيتفوقوا بينجحوا تعبانين بيتشافوا صحيا. اللي مش عندهم اولاد واطفال بيسعوا الفترة دي ان شاء الله، يعني بيبقى فيه فترة ايجابية للحمل والانجاب للي بقالهم فترة نفسهم في اولاده مش بيخلفوا، فترة حلوة للتصالح بين المتزوجين، في طفل بيدخل في الاسرة هنا بيجدد المحبة بين الازواج ده للبعض اكيد. هنا تصالح بين في حد هنا من اهلك بيرد لك فلوس كانت عامله عداوه بينك وما بين، يعني مثلا ورث هو كان واخد منك مبلغ دخلك في حاجه والمفروض انت مستني منه فلوس هيرجعها لك او هيردها لك، وده يخلي الموده ترجع والحب بينك وبين هذا القريب او هذا الجار او هذا الشخص اللي من محيطك الاجتماعيه والعائليه، بس قرابه بشكل كبير. تمام، شايفه هنا ان ممكن تدخل استثمار او تدخل شراكة مع حد من اخواتك اللي اصغر منك او حد من قرايبك ويبقى من خلالها ارباح ومكاسب مالية كويسة. شايفة كمان فرص عملية في مجالات هنا قانون او مجالات عسكرية او اللي بيدور على فرص عمل ايه في سفر. تمام، اي حاجة انا بقى ما ذكرتهاش تحذير خدوها ان هي ايجابية او الفترة دي مناسب ليها جدا. تمام، طيب ندخل بقى على طارو القراءة العاطفية نشوف ايه كانت قراءة دسمة شوية خدت وقت مننا كتير. نشوف بقى الطار وكده ايه اخبار رجل برج السرطان العازب. رجل برج السرطان العازب انا شايفة طاقة هنا في رجل برج السرطان بيعاني من فشل في علاقاته العاطفية، ما نسميهاش فشل بقى ممكن نسميها ايه تعليم دروس، يعني ليه؟ بسبب ان في جن عاشق لازال موجود من الشهر اللي فات. كم مرة نكرر الطاقة دي؟ شكلكم بتستهينوا بالكلام او مش بتعملوا بيه اصلا، او الطاقه اللي عليكم شديده بقى فمنع ان انتوا تعملوا حاجه لنفسكم. في سحر اسود هنا محتاج شفاء عشان انت داخل على مرحله عاطفيه كويسه جدا، انسانه متناسبه معاك. لان الجن العاشق او السحر الاسود اللي عليك بيحارب العلاقه الصحيه اللي داخلالك، فطول ما انت الطاقه دي عليك مش هتدخل العلاقه الصحيه في حياتك. فاللي انت هتعمله ايه بقى؟ انت هتحارب ان شاء الله الطاقه دي وهتتشافى والعلاقه دي بتدخل حياتك كمان شهر من الان، يعني على الشهر الجاي مش الشهر ده بصراحه، لان الشهر ده انت تعبان بتلاقي نفسك كده ايه عندك اضطرابات في النوم، خمول، بتنام كتير، مكسل، تعبان، ممكن كمان خسرت علاقات عاطفيه كويسه جدا بسبب ان انت يا بتهرب منها يا بتروح للعلاقات السامه بنفسك. تمام، طيب نشوف هنا رجل برج السرطان العازب. شايفه انه في رجل برج السرطان هنا كان بيعاني من عند بترفض الارتباط والاستقرار، كنت عليك ربط هنا، يعني كان في ربط كان مخليك قافل باب الارتباط والزواج والاستقرار. ممكن تكون انت دكتور، دكتور البعض منكم بيشتغل في عطور ادوية صيدلي، ممكن بتشتغل هنا في حاجة بتعملها بايدك، دكتور، طبيب في السلطة، عسكري، المهم يعني دي ممكن تكون مجالات شغلك. البعض منكم انت هنا رجل اعمال، شايفة ان انت بقالك فترة بترفض العلاقات، بتفكر بتلاقي نفسك الدنيا مربطة معاك، مركز في شغلك، بتوازن ميزانيتك المادية، لكن انت هتبتدي تطلع من الطاقة دي لان في شفاء او بتتوازن نفسيا من علاقة سامة كنت فيها من سنة، من ساعتها وانت قافل باب الارتباط وبتعاند مشاعرك وبتتقل، مش هعترف بمشاعري لحد تاني، انا مش هقول لحد بحبك تاني، فهتطلع بقى من الطاقة دي وتتشافى وبتفتح باب الحب والارتباط بقى، بس مش شايفه حاجه بتظهر لك بصراحه، لكن انت بتفتح الباب. تمام، رجل برج السرطان هنا انا شايفه ان في علاقه عاطفيه اعتذار واسف من بنت كنت على علاقه حب معاها، من ممكن تكون بينك وبينها مسافه سفر ساعتين، او ممكن تكون البنت دي انت عارفها على الانترنت وبتعتذر لك، بتطلب منك تسامحها، بتطلب منك تديها فرصه تانية، انت بتهرب مش عايز تديها فرصة تانية، انت شاكك فيها مش قادر تديها ثقة تاني، انت هتعتبر ان رجوعها ده ارضاء للغرور. بس انت بقى ليه مش رافض دخول العلاقة دي؟ لان انت اصلا في علاقة انت فيها
بدأت تتعرف على البنت الجديدة دي، أو بدأت تدي مجال لارتباط جديد بقالك شهر، بس انتم حاطين العلاقة في إطار الصداقة. فانت اللي ناوي عليه الفترة دي ان انت تاخد العلاقة دي بقى ايه، من الصداقة للاعتراف بالمشاعر. فانت العلاقة من الماضي دي هتسد الباب خالص، مش واثق ان انت تديها فرصة او ان هي ترجع لك تاني. تمام. طيب نشوف بقى هنا امرأة برج السرطان العزباء، نشوف اخبارها ايه. امرأة برج السرطان العزباء اخبارها ايه في شهر مايو 2024؟ امرأة برج، في هنا امرأة برج السرطان بتعاني من وحدة، و انت ممكن تكوني بقالك سنة ما بترتبطيش، بتعاني من تأخير زواج، ده قدر ربنا عادي جدا. بقالك 6 شهور سايبة علاقة مع شخص كان نرجسي غير مرن، تقيل بارد. يعني انتوا ممكن تكونوا سبتوا بعض كده، او انتي سحبتي نفسك من العلاقة وانتهت. شايفة ان العلاقة دي هترجع بصدفة، يعني هتبقي خارجة بقى مش عاملة حسابك انك تقابلي الشخص ده، هيقابلك وهتتواجههم والعلاقة هترجع بهذا الشكل. احتمال العلاقة دي انتم سايبين بعض من شهرين، البعض من شهر، البعض من 1 2 3 4 5 6 7، البعض 8 شهور، لكن الشخص ده بيتقل بيعندك مثلا كان صعب، فانتي بقى قلتي ايه خلاص انا زهقت. ممكن يكون بيشتغل طبيب دكتور، ممكن بيشتغل في حاجة ليها علاقة بالعسكرية بالجيش، ممكن يكون بيشتغل المدير بتاعك في الشغل اصلا مديرك، وانتي سبت الشغل معاه وهتقابليه صدفة، او هتقابليه صدفة في مكان عام مثلا، فدي طريقة الرجعة. البعض الاخر انتي هربتي من علاقة سامة مع شخص مؤذي ونرجسي، بتقابلي توأم روحك صدفة في مكان عام، وبتدخلي الشهر ده بتقابلي توأم روحك هذا الشهر يا امرأة برج السرطان. ممكن يكون الشخص ده برج الحمل او حوت سرطان عقرب، برج مائي زيك. امرأة برج السرطان العزباء انت جميلة، واخدة بالك من شكلك، بتتحسدي على شكلك. يعني هنا في امرأة برج سرطان بتعاني من جمالها للأسف، يعني جمالك نقمة جايبلك العين، مخلي الدنيا واقفة، ما بتتجوزيش ما بترتبطيش، ممكن تكوني كنت في جواز ومن العين والحسد انفصلتي. فأنا شايفة ان امرأة برج السرطان انت محتاجة تشيلي طاقة العين والحسد، تجنبي الفترة دي، تنزلي صور ليكي، ناس تشوفك، ناس تشوف جمالك، يعني حذري بس من هذه الطاقة. لكن شايفة ان في عرض زواج بيجيلك تقليدي، تمام، عن طريق المعارف والأهل، تمام، بس خلي بالك لان يعني في حاجة مش مريحة لي. يعني احتمال انت عندك خالة او عمة حاسداكي او بتاعة اصحار، او للاسف ممكن يكون عندها بنات في سنك، فللاسف في غيرة هنا، يعني في طاقة اصحار هنا هي اللي مخلياك طاقة اصحار، او ممكن احيانا العين الحاسدة لما ما بتتعالجش وبتتقل في الجسم بتتقلب لسحر تعطيل، تمام. فنخلي بالنا من الموضوع ده عشان العلاقة اللي جاية لنا دي ان شاء الله 10 كؤوس، يعني علاقة فرصة ورايحه الاستقرار والزواج، فما تضيعيهاش بسبب الاذى اللي عليكي وانت مش حاسه. ممكن تلاقي نفسك اعراضها ايه بقى، شعرك بيتساقط، كنتي رفيعه وجسمك متناسق تخنتي، بتنامي مكسله، بتروحي شغلك مش طايقه شغلك، مش طايقه البيت اللي انت فيه، دايما بتحبي تخرجي تهربي من البيت، دي من علامات ايه سحر التعطيل. شايفه انا امراه برج السرطان حققت شفائها، متفائله سعيده نشيطه، شايفة ان انتي هتسافري وهتقابلي ده طيار، طيار يا اما واحد هيبقى معاكي في الرحلة او هيبقى معاكي في السفرية اللي انتي مسافراها في البلد التانية اللي بينك وبينها 3 ساعات، وهتتعرفي على شخص في سكة سفر هيبقى بداية عاطفية مفرحة بالنسبة لك، شخص ميسور الحال داخل بجدية او داخل بيدور على الحب والارتباط، ويقابلك في طريقه او ما كانش عامل حسابه للارتباط فجيتي في طريقه، سبحان الله النصيب. نشوف بقى رجل برج السرطان اللي في علاقة حب وضعه ايه الشهر ده. بسم الله. رجل برج السرطان اللي في علاقة حب وضعه ايه هذا الشهر. رجل برج السرطان هنا كان في ارتباط مع امرأة كنت شاكك فيها، خايف منها، الآن عملت لها اختبارات عاطفية وخلاص خدت قرار الزواج والارتباط من هذه المرأة. ممكن تكون جدي ثور عذراء، ممكن تكون ميزان جوزاء بلو، تمام.
البنت دي ممكن تكون حوض سرطان عقرب، البنت ممكن تكون حوض بشكل كبير. البنت دي انت ممكن تكونوا بادئين تتكلموا مع بعض من اول السنة دي، وخلاص انت شايف ان المرحلة دلوقتي وصلت لها حلوة جدا، الشك اللي كان في قلبك تجاهها راح، بدأت تحس ان هي ست عاقلة منطقية حكيمة، بدأت تحبها وبتغير عليها ومرتاح لها، فانت شايف ان ليه ما اخدش خطوة جدية للزواج من الست دي واشاركها بقى الحياة معايا. نشوف رأي رجل برج السرطان اللي في علاقة حب، في هنا عيلة واهل رافضة بنت انت مرتبط بيها يا برج السرطان، يعني انت مرتبط بواحدة وقلت لاهلك عليها، اهلك رافضينها وعاوزين لك واحدة من العيلة او اللي هم جايبينها لك بقى، فانت حاسس ان انت عاجز او مقيد او مربط بعيلة واهل، فانت مش عارف تاخد خطوة تجاه البنت دي ايه بصراحة. طب العلاقة دي رايحة لفين؟ طيب اللي انت هتعمله ان انت العلاقة دي كده كده رايحة لم الشمل والزواج، اللي انت هتعمله ان انت هتخرج من طاقة الشخص المربط المتكتف، والعلاقة بينك وبين اهلك للأسف هتنهار. انا شايفة البعض منكم هنا احتمال تاخد خطوة دي من غير اهلك، يعني انا شايفة ان انت ممكن هتعمل ايه، خلاص هتخسر اهلك او العلاقة بينك وبين اهلك بتنهار، او هتعمل انقطاع معاهم، وده مش صح طبعا، دي من اشارات ان العلاقة دي غلط، تمام، وهتاخد خطوة للزواج من البنت دي عشان انت شايف انها يعني مظلومة، يعني ليه؟ فانا شايفة ان البنت دي انت رايح للارتباط والاستقرار معاها رغم اعتراض الاهل، فانا شايفة ان انت هتروح لها كده بدون اهلك. البعض الاخر منكم انت متجوز وعرفت بنت وبتحبها، وفي نفس الوقت انت مش عارف تعمل ايه، انت مقيد بزوجة واولاد وفي نفس الوقت بتحب البنت دي، فانت مش عارف تعمل ايه. اللي انت هتعمله ان انت هتاخد خطوة الزواج من البنت دي بدون علم الزوجة، تمام، ممكن تكون من جدي ثور عذراء اسد قوس حمل ميزان جوزاء دلو، تمام. رجل برج السرطان المرتبط، في هنا بقى ايه، انت احتمال هنا يا رجل برج السرطان انت طلقت عشان تتجوز البنت اللي معاها دلوقتي دي، ان انت مثلا كنت متجوز وطلقت خلاص من 3 اسابيع او من شهر عشان البنت اللي انت مرتبط بيها دي شايفها علاقة قدرية، وانسحبت من الجواز ده لان انت كنت شايفه في طاقة ال8 كؤوس، يعني علاقة كانت مش متكافئة، كانت من الاول المفروض كانت تتساب، ورايح تتجوز او رايح العلاقة بقى اللي انت فيها دي شايفها علاقة صحية متناسبة معاك، بس حاذر لان الست اللي انت سبت مراتك عشانها دي طمعانة فيك ماديا، لكن للأسف انت ماشي في سكة الجواز والارتباط وطلقت او انفصلت من علاقة وداخل علاقة جديدة، او العلاقة الجديدة دي اللي انت دخلتها وطلقت عشانها خلاص بقى انت رايح ايه تتجوزها، تمام، بس حاذر ان طاقة الست دي مش مريحاني كده، طاقتها طمع او داخلة لهدف مادي معاك، او جايباك بالجلب او بالديبل بالشيطان بالطاقات الشيطانية اصحار، تمام، وهكذا يعني. طيب نشوف رجل امرأة برج السرطان بقى المرتبطة، امرأة برج السرطان اللي في ارتباط عاطفي وده الشهر ده. طيب شايفة ان في شخص هنا بتهدديه بالانسحاب من العلاقة، ممكن يكون اسد حمل قوس ميزان جوزاء دلو حوت سرطان عقرب، الشخص ده انتي قلتي له خلاص يعني انا بنهي العلاقة معاك انتهت، يعني ممكن يكون الكلام ده من اسبوع، ممكن الكلام ده يكون من فترة مش بعيدة من شهر، هتتيب الانفصال، شايفة طاقة الشخص ده الشهر ده هيعمل خطوة تفرحك، اتصال مكالمة ورسالة مفاجأة منه، وبيعود للعلاقة باستقرار وزواج، أو بيرجع معاكي ببداية جدية. امرأة برج السرطان اللي مرتبطة، انت مرتبطة بشخص عندك مشاكل عائلية على ارتباطك منه، ممكن يكون انت عندك طفل واهلك شايفين انك ترجعي لطليقك افضل من الشخص الجديد، الشخص الجديد ده ممكن عازب ما اتجوزش قبل كده، فاهلك شايفين ان انت عندك اولاد ترجعي لطليقك ما تقبليش العرض الجديد، فاللي انت هتعملي ايه، الشخص اللي انت عارفاه ده للاسف هيبقى مسافر واهلك رفضوه، فاللي انت هتعمليه هنا انك للاسف هتسافري معاه وهتتجوزيه، لان انت مثلا بتقولي انا مثلا اجوز نفسي وشرعا ده جواز، فخلاص اللي هيحصل ان انت هتسافري والشخص ده متقبل اولادك، متقبل عادي ان عندك اولاد واطفال، وبتروحي تتجوزي او يعني بتتجوزي، وبعدم رضا اهلك او من غير موافقة الاهل. اعتقد القراية دي
منطبقة مع رجل برج السرطان. ممكن ده رجل سرطان وامرأة برج السرطان الكلام ده، لأن نفس الطاقة هنا اتكررت لي مع امرأة برج السرطان. امرأة برج السرطان اللي في ارتباط، حلو الحمد لله، قراءة إيجابية. شايفة إن في شخص هنا بيشتغل في سلطة أو بيشتغل معاكي في شغل، زميلك بالعمل، شايفة إن العلاقة بينكم مستقرة. ممكن تكونوا مرتبطين ببعض من سنة، البعض 4 سنين، البعض منكم أكتر كمان. فأنا شايفة إن الشخص ده داخل على خطوة زواج واستقرار معاكي. جدي ثور عذراء حوت سرطان عقرب، داخل بخطوة رسمية للزواج معاكي بعد فترة دراسة، بعد فترة إن أنتوا كنتوا زمايل عمل بينكم شغل. ممكن يكون بيشوفك قدامه سنوات، فجأة قرر إن أنتي مناسبة للزواج أو الارتباط، أو إن هو عاوز يتجوز بقى ويستقر، وشايفك أنتي الفرصة المناسبة دي قدامه. تمام، نشوف بقى هنا رجل برج السرطان المنفصل أو المطلق. رجل برج السرطان المنفصل أو المطلق. في هنا رجل برج السرطان للأسف أنت في تراكمات سلبية من الزوجة اللي كنت متجوزة، يعني أنتوا كنتوا متزوجين، شايفة إن في طاقة سلبية تدخلت للانفصال بينك وبين هذه الزوجة، وأنتوا بتحبوا بعض جدا، تمام؟ لكن شايفة إن العلاقة دي راجعة للاكتمال وللاستقرار وللبيت وللسعادة من جديد، لأن في حب. ولو في طرف تالت العلاقة دي هتطلع وهيجي لك، هيركز معاكي انتي، لان الربط والتعطيل او الجلب والجذب اللي كانت عاملاه الست دي عشان تاخد الزوج ده منك، الطاقة دي بيتشافى منها وبتنتصري انتي على هذه الطاقة وبيعود وبيرجع لك تاني. وشايفة ان العلاقة دي رايحة للاكتمال، تمام، وانتي ست قوية واقفة في مكانك كده وسايباها على ربنا. ممكن تكوني انتي، ممكن تكون جدي ثور، جدي ثور اللي انت مرتبط بيها دي، جدي ثور عذراء ميزان جوزاء دلو جوزاء حوت سرطان عقرب. يعني رجل برج السرطان هنا اللي منفصل، شايفه ان في عوده لزوجه بعد دخول طرف ثالث خد العلاقه بينك وبين زوجتك وانفصلتوا بسببها، بتعود لنصابك او بتفوق وبترجع للزوجه دي من جديد، تمام. طيب ممكن تكون الزوجة دي خدت موقف، وقفتك عند حدك، قالت لك يا خلاص نتطلق وروح للعلاقة التانية، اكتشفت ان في علاقة ليك تانية وبتهددك بالانفصال مثلا، مش موافقة على اللي انت عليه، انت بتعاندها وتقول لها انا حر من حق اتجوز تاني وتالت ورابع، لكن شايفة في النهاية بتتفقوا والعلاقة بتبقى لصالح الزوج. رجل برج السرطان المطلق او المنفصل، شايفة ان في هنا امرأة انفصلت عنها بتعمل خطة للرجوع ليك، شافتك تقيل مفيش فايدة من الرجوع، ممكن تكون انت كمان سبتها بسبب رفض اهل خلاص او اعتراضات عائلية حصلت نهت الموضوع. شايفة الست دي حطاك في دماغها وعاوزة ترجعك ليها تاني، بتعمل خطة كده انها هتجيبك هتجيبك، تمام. طيب نشوف امرأة برج السرطان المطلقة او المنفصلة. امرأة برج السرطان المطلقة أو المنفصلة، في هنا توأم روح كانوا منفصلين بيعودوا لبعض تاني. يعني أنا شايفة هنا اتنين مرتبطين انفصلوا بسبب أخت لحبيبك مثلا، فرقت بينكم، غيرة فرقت بينكم، انت كنت بتغيري عليه هو اتخنق فسابك. شايفة ان العلاقة دي بترجع تاني ورايحة لاستقرار او رايحة لأساس متين، لان العلاقة دي قدرية والراجل ده عنيد وتقيل وجننك معاه. ممكن يكون حوت عقرب سرطان حمل جدي ثور عذراء، لكن راجع تاني رغم العند، هيطلع بقى من طاقة العند دي وياخد خطوة تجاهك. امرأة برج السرطان المنفصلة، طيب شايفة ان في شخص بيعود معتذرا ليكي. ممكن تكون انتوا هنا واخدين بريك، سبتي سحبتي عليه كده سحبة حلوة بسبب، وديتي بلوك كمان، والعلاقة دي انتي شايلة منه كتير، خاين كداب بتاع بنات بيقولك هتجوز وملاوع بيلف وبيدور، تعبتي جبتي اخرك منه. شايفة ان الشخص ده بيعمل مجهود وبيعتذر لك بهدية او بيرجع يصالحك من جديد لانه حن لذكرياته معاكي ورجع لك بعرض. طب هل هو عايز زواج ولا داخل بنية ايه؟ عاوز ايه بالظبط؟ حسب انتي عايزة ايه. قلتي له نتسلى هيتسلى، قلت له انا عايزه جواز هيقول لك طيب، حسب انتي بقى دماغك معاه ايه. بس الراجل ده بيراقبك وهيتجنن عليكي ومنهار بدونك، وممكن يكون كمان جاله كارما
تعب صحي بسبب فراقك عنه ومش مبسوط في حياته، البعض كرمة صحة، البعض كرمة سرقة، حسب الأسامي وحسب الطاقة اللي يعني لو القراءة خاصة بتوضح أكتر. امرأة برج السرطان المطلقة أو المنفصلة، في رجوع هنا برسالة واتصال من طليق. انتوا كنتوا هنا متجوزين وللأسف حصل طلاق رسمي في محكمة، بينكوا قضايا كمان، بينكوا قضايا هنا. شايفة ان في لم شمل من هذا الزوج، مر بكارما، مر بكارما نفسية وجسدية، وتعرض لعداوة والأذى. زي ما تأذيتي على فكرة هقولك، انتي الطليق ده سابك عشان واحدة تانية عارفها من الانترنت، وكان متجوزة جواز سري، وبناء على ده تم الطلاق، وهو اللي طلقك غدر غيابي، لقيتي الورقة جايلك البيت اتصدمتي. شايفة ان الشخص ده الكارما مرت عليه، الست دي سرقته وأذته ونهبته ومشيت فجأة وسابته، والعلاقة دي اكتشف انها مؤذية وسامة، وبيمر بوقت صعب وعرف قيمتك. ممكن العلاقة دي منتهية من 5 سنين، البعض 4 سنين، البعض 9 شهور، راجع لك ندمان وعاوز يرجع العلاقة معاكي تاني لأنه مر بكارما، وفي لم شمل ورجوع بعد ندم من هذا الطليق. المتزوجين من مواليد برج السرطان، المتزوجين مواليد برج السرطان وضعهم ايه؟ في سحر تفريق مؤكد هنا بين زوجين بيحبوا بعض، في سحر هنا، وللأسف السحر ده يا من حد من أصدقائكم أو حد من زمايل زوجك أو صديقة لزوجك عاوزة تاخده منك، وللأسف الطلاق ده هيقع بسبب سحر. وشايفة إن للأسف في خيبة أمل وخسارة، وللأسف العلاقة دي رايحة الانفصال، في عودة ليها بس طاقة بعيدة شوية، ممكن بعد 9 شهور، لان في طرف تالت تدخل بقى اصحار، خد جوزك منك وهو مش دريان، هو مغيب، هو مش عارف هو بيعمل كده ليه، هو لا بيحبها ولا حاجة. احتمال زوجك ده ميزان جوزاء دل، حوت سرطان عقرب، ممكن يكون عقرب مؤكد هنا او جدي. تمام. المتزوجين هنا مواليد برج السرطان، شايفة ان في وحدة واهمال في الزواج اللي انتوا فيه، وشايفة ان في هنا مشاكل مادية هي اللي مخلية الزوج في مود مش كويس، ممكن ديون كمان وعدم استقرار. انتي حاسة ان الجوازة دي مهددة، في اسرة وبيت مفتوح وفي نفس الوقت مفيش فلوس، فقر، ديون، بدأتي تتقفلي من الشخص ده وشايفاه مش مسؤول. ممكن يكون ميزان جوزاء دلو، وممكن يكون جدي ثور عذراء. انتي اتقفلتي من الشخص ده وجبتي اخرك منه. طب نشوف العلاقة دي رايحة لفين. حلو، في وظيفة او عرض عمل هيجي لزوجك بسفر، تمام، ده هيحسن العلاقة اللي بينك وما بين زوجك. ممكن زوجك ده اتنظر، اتحسد، كان على فكرة له منصب وهيبة على فكرة، زوجك ده إن كان فاتح شركة وكان ليه منصب واسم وسمعة، كان معروف، فجأة فلس واتفقر، اتعرض للحسد، فالراجل ده جاي له فرصة عمل بسفر أو فرصة عمل في محافظة بينك وبينها ساعتين أو في بلد بعيد، ده اللي هيحسن شوية العلاقة بينك وبين الزوج، وإن شاء الله العلاقة بتتوازن من تاني بناء على التوازن المالي. المتزوجين مواليد برج السرطان، ناخد كمان طاقة أخرى ونقفل كده. لا تنسوا اللايك عشان تكونوا أول برج أبدأ بيه، دايما انتوا الأول، ليه كده بتزعلوني بقيتوا الرابع الشهر ده؟ برج السرطان المتزوجين، طيب ممكن يكون زوجك هنا انتي بتجوزه راجل طفولي بيهرب من المسؤوليات. لا صعب. طيب في هنا متزوجين للأسف زوجك متعدد علاقات ومش بتاع مسؤولية، وانت اللي بتشيلي المصاريف وانت اللي بتعملي كل حاجة، واكتشفتي انه ممكن يكون مشهور عبر الانترنت، مشغول بالتواصل الاجتماعي، ممكن يكون الشخص ده مركز على عمله ومهنته اكتر منك، واكتشفتي كمان تعددية علاقات، اكتشفتي انه بيعمل حاجة سرقة من وراكي، ممكن يكون سرق فلوس منك كمان مبلغ محترم. يعني انا شايفة ان الزوج ده نصاب، انت اتجوزتي واحد نصاب بيدخل ينصب على كل ست والتانية وياخد منها مبلغ محترم كده ويسيبها. للأسف انتي هتكتشفي السرقة دي، وهتكتشفي انك مش انتي لوحدك، انتي هتكتشفي ان في 3 ستات تانيين عاملين رافعين عليه قضايا، هتسألي عليه في محاضر الأقسام هتلاقي عليه قضايا من كذا ست، عامل نصابات، بياخد من واحدة ويهرب، يعمل لهم أسحار ويغيبهم ويسرقهم ويمشي. في مشاكل هنا عائلية هتكبر بينك وبين هذا الزوج، وللأسف في طلاق رسمي بيحصل رغم ان انت بتحبيه جدا، وعلى فكره هو حبك، يعني رغم كل ده واللي بيعمله حبك، بس للاسف انت مش هتثقي فيه تاني، انت شايفاه انسان مش بيحترمك ولا بيقدرك، فمش يعني خلاص جبتي اخرك من هذا الرجل وبتنفصلي منه
مش قادرة تكملي مع العلاقة. تمام. طيب للتوضيح بقراءة خاصة، التواصل مع الأدمن عبر الفيسبوك أو اكتبوا لي تعليقات على اليوتيوب وأنا هقول لكم الطريقة إزاي. شكرا لكم مواليد برج السرطان، لا تنسوا اللايك والتفاعل معايا على فيسبوك أو تيك توك أو إيه انستجرام. إيه الصفحة اسمها ايمو ترينر اللي على انستجرام. تمام. ويوتيوب. شكرا لكم، لا تنسوا السبسكرايب للقناة والاشتراك والتفاعل بجرس زر الجرس عشان يوصلكم دايما كل الفيديوهات اللي بتنزل بدري بدري. شكرا لكم، مع السلامة.